انا مدام سوا لاشين، عملت عمليه التكميم مع دكتور محمد ضياء سرحان. غيرت حياتي، عملتها بسبب اسباب مواديه كتير كنت بعاني منها. كانت هي يعني كنت العمليه كنت افضل اجلها لمده 3 سنين. كنت بفكر فيها ان انا كنت عايزه استقر على دكتور كويس، احس ان انا مامنه له على نفسي وعلى حياتي. قعدت افكر كتير وادور على دكاتره كتير لغايه لما الحمد لله استقريت عن طريق الصدفه على دكتور محمد ضياء سرحان. اختي من الامارات لقيتها بترشحولي لان صحابها من هناك نزلوا عملوا عنده عمليه التكميم. لقيت ان حماتي بترشحولي، لقيت ناس كتير بترشح لي نفس الدكتور، فقلت توكلنا على الله. لقيت ان هو الناس كلها سمعته كويسه، دكتور كويس عنده ضمير. كنت دكاتره العظام كانوا كلهم مرشحين ان انا اعمل عمليه الغضروف، بس كلهم قالوا لي ان انا لازم انزل نص وزني في خلال 6 شهور. كانت طبعا حاجه مستحيله لان ما كانش عندي قوه اراده خالص ان انا اعمل اي رجيم. فلجأت طبعا للعمليه والحمد لله عملتها. كنت خايفه جدا، مرعوبه جدا، رجلي بتقدم ورجلي بتاخر، لغايه لما الحمد لله اطمنت جدا مع الدكتور محمد وعملت العمليه. وبعديها غيرت حياتي جدا، خسيت من 125 كيلو بقيت دلوقتي 65، ونزلت لغايه 59. وعرفت ازاي اطلع بمزاجي ان انا اتخن، مش العمليه يعني ان انا اتخنت، لا انا بمزاجي ان انا عايزه اتخن، عايزه اخس. كانت الحاجات ديت ما بتحصلش بدون العمليه، كنت على طول ان انا اتخن، معرفش انزل الكيلو اللي انا اتخنه. دلوقتي ان انت بتقدر كل حاجه كنترول في ايدك، انت اللي بايدك ان انت تغير حياتك كلها. وغيرت حياتي والحمد لله، حاسه ان حياتي بقت افضل واحسن كتير جدا، من ناحيه الصحه، من ناحيه المجهود، من ناحيه السن بدا يبان صح، ان سنك يبان ان انت لسه صغير، مش خلاص عجزت وراحت عليك وحاجه كده، لا بان سنك الحقيقي، بان حياتك بنت ان انت بشكل افضل بكتير يعني. فبنصح الناس كلها ما تخافش. وطبيعه الشعب المصري بيحب يهول جدا، يحب يقول حاجات كتير غلط بخصوص العملية. العملية عملية الناس بتخاف منها، لا العملية آمنة جدا، كويسة جدا. أتمنى أن الناس كلها تعملها بجد.